التعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الاستاذ حسين السبعاوي. اهلا بكم استاذ حسين الى هذه الى استوديو الرافدين اليوم. تحذيرات امريكيه جديده من تهديدات للمصالح الامريكيه في العراق، مما تحذر امريكا والى اي مدى يمكن ان تنفذ ايران وميليشياتها هذه التهديدات؟ يعني امريكا في تهديدها اليوم لايران كان تهديد صعب، انه إذا ما تعرضت المصالح الأمريكية سواء من إيران أم من حلفائها سيضرب العنق الإيراني، وهذه هي هذه أقوى رسالة لإيران، لأنه إيران ممكن تستخدم حلفائها في إشعال المنطقة أو استهداف أي قوة دولية أخرى. لهذا السبب أمريكا اختصرت الطريق واختصرت التصريحات وقالت أن سنستهدف العمق الإيراني، بمعنى ستستهدف طهران نفسها أو المؤسسات العسكرية داخل إيران، وهذه كانت رسالة واضحة وقوية وفهمتها القيادة الإيرانية. نعم، أليست تلك الميليشيات التي تتخوف منها أمريكا هي نفسها التي وفرت لها أمريكا غطاء جوي لاكتساح الموصل؟ بالتأكيد، أنا لا أتكلم عن خلاف استراتيجي ما بين إيران والولايات المتحدة، أنا هناك خلاف تكتيكيا. الاتفاق الاستراتيجي الأمريكي الإيراني وخصوصا في العراق هو قائم وما زال، لكن هناك خلافات تكتيكية، ممكن هذه الخلافات التكتيكية تتوسع وتكبر وترتقي إلى مستوى استراتيجي، لكن ما زالت هذه الخلافات هي تكتيكية، فبالتالي الخلاف التكتيكي قائم والاتفاق الاستراتيجي أيضا قائم. نعم، نيكي هيلي قالت بأن طهران حرصت على إضعاف العراق خلال الفترة الماضية، لماذا أمريكا إذن سمحت لإيران بالوصول إلى هدفها بإضعاف العراق؟ لأنه إيران تتقن صنع الحرائق، وكمنظمة وكدولة طائفية فارسية يعني أيضا لها مهمة، يعني لا ننسى أن مهمة إيران منذ نهاية الحرب العالمية الأولى والثانية أيضا هي مهمة الشرطية الخليج، شرطة في المنطقة، هذه المهمة توكل إلى الشرطة في المنطقة، شرطة الدوليين، لا توكل إلى السادة مثل الولايات المتحدة وأعضاء الدائمين لمجلس الأمن. لهذا السبب مثل هذه المهمات القذرة لا تستطيع إلا إيران وميليشياتها تحقيق مثل هذه الأهداف القذرة. أوكل الأمر لتولي الملف العراقي، وقد أوغلت إيران في الدماء العراقية، واستطاعت إيران أن تمزق اللحمة العراقية وتشعل الحرائق في العراق، وتمددت إلى الدول العربية، كل هذا نتيجة التوكيل الأمريكي والتوكيل الغربي والدولي لإيران ولتمددها في المنطقة. نعم أستاذ حسين، تهديد إيران لرئيس البرلمان الجديد محمد الحلبوسي بكشف فحوى مكالمة هاتفية مع لاريجاني، ما الذي تريده إيران من هذا التهديد؟ أولا هذا يعني يعطينا يعني إشارة أنه إيران دولة متمرسة، والسيد محمد الحلبوسي يعني شاب يافع لحد الآن، هو غير متمرس، لا يتقن اللعبات الدولية ولا يعرف يتعامل يعني بتصريحاته، أنه يعني بمعنى تحتمل عدة تفسيرات، واضح جدا أنه تصريح الحلبوسي يحتمل تفسيرا واحدا، وهو لا يدرك أنه المكالمات للمسؤولين جميعها مسجلة، ولكن هذا التهديد يعطينا رسالة أنه إيران أيضا تعيش أزمة سواء مع الحلبوسي أم في العراق. الأستاذ حسين السبعوي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.